جبال من ذهب في اليمن، وهذا مصيرها اليوم. أفادت مصادر مطلعة في محافظة حضرموت عن قيام الإمارات بنهب كميات كبيرة من الذهب الخام شرقي اليمن. وقال مصدر مسؤول بأن الإمارات تنهب الذهب الخام من منجم جبال ميفع حجر، وتقوم بنقله عبر ناقلات إلى ميناء المكلا عاصمة المحافظة. وتنقل الإمارات الذهب الخام من إحدى المواقع المصنفة كمناجم للذهب في ميفع حجر القريبة من ساحل المكلا وغيرها من المواقع إلى أبوظبي ليتم صهره وبيعه في السوق الإماراتي. وذكرت رئيسة لجنة المهجر فيما يسمى مؤتمر حضرموت الجامع الناشطة الحقوقية خديجة العجيلي أن منجم M3 ينتج سنويا أكثر من 488 ألف أوقية من الذهب، معتبرة الكمية جزء بسيط من عمليات كبرى يتم نهبها من حضرموت. ويبلغ عدد مناجم الذهب في حضرموت 5 مناجم تتعرض جميعها للنهب من قبل الإمارات وإحدى الشركات التركية، إلى جانب شركات تابعة للقيادة في حزب الإصلاح علي محسن الأحمر وحميد الأحمر، دون استفادة خزينة الدولة من تلك المناجم على مدى السنوات الماضية.